اهلا بيكم اعزائي المشاهدين من قلعه البطولات من ارض الانجازات. تتواصل المسيره وفي كل لحظه الاهلي يقدم لجمهوره ولاعضائه قرارات مهمه جدا ونقلات نوعيه كبيره جدا يا باشمهندس. الف مبروك، ومن رحاب النادي الاهلي ننقل الحدث استثنائي في يوم استثنائي، ولان الكابتن الخطيب او كابتن محمود الخطيب ملوش في الاداره، فاحنا قاعدين دلوقتي نستعرض مجموعه من القرارات هي تكاد تكون من اخطر القرارات واهمها على المستقبل القريب والبعيد. في مجموعه من القرارات نستعرضها الان مع الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي، هيقول لنا قرارات مجلس الاداره، وهناخد كل قرار قرار نشرحه ونفصله ونقول كواليسه ونقول تداعياته ونقول فوائده المستقبليه. اتفضل يا استاذ شريف. مساء الخير يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك وللاستاذ ابراهيم المنيسي. انا سعيد الحقيقه ان انا في حضره يعني قامتين كبيرتين احنا اللي سعداء من قامات النادي الاهلي، ومن حسن الطالع ان ده بيتزامن زي ما حضرتك تفضلت مع هذا الحدث المهم استمرارا للانجازات، وانا ببقى سعيد باسقاطاتك الحقيقه المتعلقه بفكره ما يقدمه رئيس مجلس الاداره ومنظومه العمل الراقيه والاحترافيه، ثم يقال انه اصل احنا ما حققناش انجازات او مجلس الاداره والخطيب ملوش ما بيجيبش جوان. والله دي فكره جيده. انا بعتقد النهارده انه في هدف اسطوري اخر من اهداف كابتن محمود الخطيب اللي احنا شفناها، يعني يمكن انا جيل لحقت كابتن محمود الخطيب كنت صغير شويه، لكن استمتعت بادائه وما زلنا بنستمتع بادائه في خدمه النادي الاهلي الحقيقه وتفانيه في خدمه هذا الكيان. خليني اقول لحضرتك اهم يعني القرارات، احنا مش متعودين نقول كل القرارات لكن بنقول ابرز حاجه ممكن تهم اعضاء الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي بعد ما شاهدنا التوقيع بالاحرف الاولى ان صح التعبير على مذكره التفاهم اللي هنحكي لحضراتكم تفاصيلها حاليا. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي اعتمد من ضمن قراراته، كان الاجتماع الساعه 5 الحقيقه واستمر حتى 9 مساء، اعتمد نتيجه اعمال الجمعيه العموميه التي لم يعني يكتمل نصابها الاسبوع الماضي زي ما حضراتكم عارفين، وده بناء على الخطاب اللي ورد الى الاداره التنفيذيه للنادي من اللجنه الاولمبيه المصريه بتفويض مجلس الاداره في اختصاصات الجمعيه العموميه ما عدا بندي الميزانيه والحساب الختامي. دول مجلس الاداره عليه ان يرسلهم الى الجهه الاداريه اللي هتقوم بدورها لارسالهم الى الجهاز المركزي للمحاسبات. ده عمل مؤسسي محترم بالتاكيد محل تقدير واحترام. أيضا اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه بين النادي الأهلي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بخصوص البدء فورا في إنشاء البنية التحتية لفرع النادي الأهلي الرابع الموجود في التجمع الخامس، تحديدا إدارة الأشغال العسكرية واحدة من أهم إدارات الهيئة الهندسية هتتولى تنفيذ هذا الفرع إن شاء الله باشمهندس أستاذ إبراهيم، اللي هيكون يعني مثار تقدير أيضا وفخر لأعضاء النادي الأهلي والجمهور. ثلاثة، اعتماد توصية لجنة البت الخاصة بالمزايدة العامة للعام المالي 2019، ودي كانت خاصة بمنح حق استغلال مبنى موجود في الشيخ زايد لأحد البنوك لتوفير خدمة أخرى لأعضاء النادي في الشيخ زايد، خدمة بنكية، بالإضافة إلى اعتماد كتير من القرارات اللي كابتن محمود الخطيب كان بياخدها بصفته أنه مفاوض مجلس الإدارة في القرارات العاجلة وأيضا في شؤون كرة القدم، فيما يتعلق بسفر لاعبنا الحقيقة الرائع اللي بنتمنى له ألف سلامة حمدي فتحي للعلاج في ألمانيا. نأتي إلى الإنجاز اللي بنتكلم عنه النهاردة والنقلة الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي. فالحقيقة أنه مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم اطلع أولا على مذكرة التفاهم والعرض المقدم من شركة استادات وهي شركة وطنية بامتياز، والمحرر بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي هي اللي قامت الحقيقة على إعداد مذكرة التفاهم بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستشارات الآتية. أولا استاد السلام، حضراتكم تابعتم الاحتفال وتوقيع مذكرة التفاهم على أن يصبح استاد السلام هو الاستاد الرسمي للنادي الأهلي ويحمل اسمه وشعاره، حق الدفاع لمدة 25 سنة. إمتى ينتهي؟ في حال إذا ما انتهى النادي الأهلي من بناء استاده ثم انسحب. الكواليس كلها والتفاصيل عند أستاذنا المهندس عادل القيعي مع الأستاذ إبراهيم النيسي هيطلعوا حضراتكم عليها. أيضا حمام سباحة التربية والتعليم وهو في نادي المعلمين الملاصق للنادي الأهلي هيتم تسليمه للنادي الأهلي لإدارته فنيا وتسويقيا وإداريا. كمان نادي طيبة بالأقصر، ده في مدينة طيبة المدينة الجديدة اللي هي ملاصقة للأقصر، جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ده فرع على أعلى مستوى 13
فدان، تفاصيل برضه عن المهندس عدلي، هيتم تجهيزه ليصبح فرع للنادي الاهلي بكل اختصاصاته، وبالتالي يصبح رئه يتنفس منها اهل الصعيد ومفرخه للمواهب هناك. ايضا وده البند الرابع، حلول شركه بريزنتيشن لايف محل شركه بريزنتيشن اقاليم في عقد اداره النادي الاهلي الفضائي. يعني اداره شركه بريزنتيشن لايف هي اللي هتدير قناه النادي الاهلي طبقا للعقد المبرم قبل كده، وبريزنتيشن لايف الحقيقه اصبحت تابعه لشركه استادات القابضه. كمان حق الشركه في الاستغلال الاعلاني لاسوار النادي بالجزيره ومدينه نصر. اذا هم خمس بنود تم توقيع مذكره تفاهم بخصوصهم. ان شاء الله في غضون اقل من شهر هيتم عقد مؤتمر صحفي واحتفالية لكل بند من دول، ويتم توقيع عقده والإعلام بالتفاصيل عن المبالغ المالية، عن مدة التنفيذ، عن تفاصيل كتير ممكن يكون جمهور النادي الأهلي مهتم بها. وبالتالي كان القرار، قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، هو الموافقة على العرض المقدم من شركة استادات ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية للنادي لتوقيعها مع الشركة. تم التوقيع قبل دقائق في المجالات الخمسة اللي قلنا لحضراتكم عليهم: استاد السلام، حمام سباحة التربية، مجمع حمامات السباحة الخاص بوزارة التربية والتعليم الموجود في نادي المعلمين، نادي طيبة بالأقصر، أيضا حلول شركة بريزنتيشن لايف محل شركة بريزنتيشن أقاليم في عقد إدارة القناة الفضائية الخاصة بالنادي الأهلي، وحق الشركة في الاستغلال الإعلاني لأسوار النادي، وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة بالمذكرة والمحررة بواسطة اللجنة القانونية بالنادي برئاسة القامة الكبيرة المستشار محمود فهمي. ده كل اللي كان عندنا باشمهندس عدلي أستاذ إبراهيم، وأعتقد أنه يوم آخر من أيام النادي الأهلي السعيدة. من حق النادي الأهلي جماهير وأعضاء ومسؤولين وتنفيذيين أن يفخروا بهكذا مجلس إدارة. جاست في أفط يا أستاذ شريف، ألف مبروك يا أستاذ شريف. أنا بشكركم وعايز أسيب لكم الفرصة كاملة، يعني تأذنوا لي يعني. لا ده أنت يومك كان طويل، اتفضل إن شاء الله. وعلشان كمان يعني ربما يكون بعض وسائل الإعلام عندها يعني رغبة في الاستفسار عن شيء، فإن شاء الله نمدهم بكل تفاصيل. وأنا أستمتع بيكم، شكرا جزيلا. ألف مبروك يا أستاذ شريف، شكرا جزيلا.